مرحبا بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة.net. باكستان تهدف إلى أن تصبح الثالث قوة نووية في العالم. هذا الادعاء هو فحوى المقال الذي نشره متخصص ياباني في صحيفة أمريكية مشهورة، وهذا ما جاء في تحليله. نشر الباحث الياباني في مجال الدفاع والأمن كايل ميزوكامي الذي يكتب عادة لمجلة فورين بوليسي وذا ديلي بيست وديبلومات مقالا في جريدة ذا ناشونال انترست بعنوان برنامج الأسلحة النووية الباكستاني مرعب حقا. يعتبر السيد ميزوكامي مرجعية في آسيا. أسس مدونة في اليابان مكرسة للدفاع والأمن، يعتمد في تحليله هنا على دراسات من مؤسسات معروفة مثل معهد كارينجي ومركز ستيمسون للأبحاث. ويعتقد المحلل أن تعقيد الوضع ينبع من حقيقة أن باكستان تقع جغرافيا بين الصين والهند وأفغانستان وإيران، وهي منطقة ذات مخاوف أمنية متنوعة. وبحسب الكاتب فإن باكستان هي واحدة من 9 دول معروفة بامتلاكها أسلحة نووية، وتعمل باستمرار على تطوير ترسانتها وعقيدتها النووية للتعامل مع التهديدات المحتملة. لقد كانت باكستان قوة نووية منذ عقود، وتحاول الآن بناء ثالوثها النووي، مما يجعل ترسانتها النووية مرنة وقادرة على الضرب في رد انتقامي مدمر. يسلط الكاتب الضوء على القدرات النووية البرية والجوية والبحرية لباكستان، ويلفت الانتباه إلى صواريخها الباليسية متعددة الاستخدامات حتف أو شاهين، فضلا عن الطائرات المهاجمة المعدلة للقصف النووي، ناهيك عن قاذفات لصواريخ الكروز البحرية من طراز بابور 2 وبابور 3 على متن السفن والغواصات، ويمكنها حمل رؤوس نووية. يعود البرنامج النووي الباكستاني إلى بدايات المنافسة مع الهند في 50s من القرن الماضي. وفي عام 1965 قال الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو: إذا صنعت الهند القنبلة فسوف نأكل العشب أو أوراق الشجر، سنتحمل الجوع لكن سيكون لدينا قنبلة. اختبرت الهند أول قنبلة أطلق عليها اسم البوذا المبتسم في مايو 1974، ووضعت المنطقة على طريق الانتشار النووي. لذلك بدأت باكستان عملية تجميع الوقود للأسلحة النووية واليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. عبد القادر خان عالم باكستاني عمل في الغرب وعاد إلى بلاده عام 1975، كان مفيدا بشكل خاص في هذا البرنامج. لقد عمل على خطط أجهزة الطرد المركزي لبدء عملية التخصيب، وكانت لديه قائمة اتصال كبيرة. لا نعرف متى انتهت باكستان بالفعل من تصنيع أول قنبلة نووية. ادعت الرئيسة السابقة بناظير بوتو ابنة ذو الفقار بوتو إن والدها أخبرها إن القنبلة الأولى كانت جاهزة في عام 1977. وقال عضوا في هيئة الطاقة الذرية الباكستانية إن القنبلة صممت في عام 1978، وإنه قد تم اختبارها على البارد، أي بدون انفجار حقيقي، في عام 1983. ادعت بنذير بوتو فيما بعد إن القنابل النووية الباكستانية كانت مخزنة حتى عام 1998، وعندما اختبرت نيو دلهي قنابلها 6 النووية في غضون 3 أيام،
فبعد 3 أسابيع تقريبا اختبرت إسلام أباد 5 قنابل في يوم واحد، والسادسة بعد 3 أيام. يمكن أن تكون القنبلة الأولى التي قدرت ما بين 25 و30 كيلو طن قنبلة يورانيوم مخصب. تقدر القنبلة الثانية بحوالي 12 كيلو طن، والثالثة بعدة مئات من الأطنان، أي إنها أنتجت قوة أقل من كيلو طن واحد. يبدو أن القنبلة السادسة والأخيرة التي تبلغ قوتها 12 كيلو طن قد تم اختبارها في سياق مختلف. زعم الأمريكيون أنه سلاح نووي من البلوتونيوم. بما أن باكستان كانت تعمل على قنبلة يورانيوم، وكانت أبحاث شبكة عبد القادر خان على القنابل لليورانيوم، خلص بعض المراقبين الخارجيين إلى أن الاختبار السادس كان في الواقع اختبارا لكوريا الشمالية، لأنه في ذلك الوقت لم تكن بيونغ يانغ تريد أن تأخذ الواجهة وتعلن نفسها قوة نووية. يعتقد الخبراء أن المخزونات النووية الباكستانية تتزايد بالطراد. في عام 1998 قدر المخزون من 5 إلى 25 قنبلة، اعتمادا على كمية اليورانيوم المخصب اللازمة لكل قنبلة. تشير التقديرات إلى أن إسلام أباد تمتلك اليوم ترسانة من 110 إلى 130 رأسا نوويا. في عام 2015 قدرت طاقتها الانتاجية ب20 قنبلة في السنة، مما يعني أن باكستان يمكن أن تصبح بسرعة ثالث قوة نووية في العالم من الناحية الكمية. تخضع الأسلحة النووية لإسلام أباد لسيطرة قسم التخطيط العسكري الاستراتيجي، ويتم تخزينها بشكل أساسي في مقاطعة البنجاب. 10,000 جندي باكستاني وعملاء مخابرات يحرثون هذه الأسلحة. يتم تزويدهم فقط برمز وشيفرة التفعيل في اللحظة الأخيرة، مما يمنع استخدامها في حالة السرقة أو التمرد. لا شك أن العقيدة النووية الباكستانية تهدف إلى ردع الهند، جارتها الأقوى ديموغرافيا وكميا. تفاقمت الأزمة النووية بسبب العداء التاريخي بين البلدين والحروب المتعددة التي خاضتها. على عكس الهند والصين، ليس لدى باكستان مبدأ عدم الاستخدام أولا للأسلحة النووية، وتحتفظ بالحق في استخدامها، وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية ذات الطاقة التدميرية المنخفضة، للتعويض عن تفوق الهند العددي على القوات التقليدية. تمتلك إسلام أباد حاليا ثالوثا نوويا يتكون من أنظمة أطلاق برية وجوية وبحرية. كانت القوة الجوية الباكستانية تعدل في عام 1995 طائرة مقاتلة من طراز F-16 فالكون، وربما طائرات الميراج القديمة والتي تم شراء بعضها مستعملة من لبنان لتحويلها إلى قاذفات نووية تكتيكية يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية ذات قيمة استراتيجية عالية مثل حاملات الطائرات أو فرقة مدرعات معادية. تعتمد أنظمة الإطلاق النووية السطحية الباكستانية أساساً على الصواريخ. تشمل أنظمة غوري للصواريخ المتنقلة صاروخ HTF-3 الذي يعمل بالوقود الصلب بمدى 180 كيلومتراً، وصاروخ HTF-4 بالبمد 466 كيلومتراً، وصاروخ HTF-5 الذي يبلغ مداه 1250 كيلومتراً. يعتقد أنه من المرجح اعتبارا من عام 2014 أن يكون صاروخ HTF-6 الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر داخل في الخدمة. كما تقوم باكستان بتطوير صاروخ شاهين 3 المتوسط المدى القادر على مهاجمة أهداف تصل إلى 1700 كيلومتر من أجل ضرب جزر خليج البنغال. المكون البحري للأردو النووي الباكستاني يرتكز على صواريخ كروز من نوع بابور. يبدو أن صاروخ البابور 2 مثل معظم صواريخ الجوالات الحديثة مجهز بمجموعة من 4 أجنحة خلفية صغيرة وجناحين رئيسيين قصيرين، وتعمل بواسطة محرك النفاث.
يبلغ أقصى مدى لصاروخ بابور 700 كيلومتر. وبدلا من استخدام التوجيه بنظام تحديد المواقع العالمي الجيغيائسة الذي يمكن إيقاف تشغيله من قبل حكومة الولايات المتحدة، يستخدم بابور 2 تقنية الملاحة المقارنة التي يصعب التشويش عليها. تم اختبار بابور 3 الجديد في شهر يناير كانون الثاني. من الواضح أن باكستان تطور قدرة نووية قوية لا تمكنها فقط من ردع الغزو، ولكن أيضا شن حرب حقيقية. إذا تم الحفاظ على الوتيرة التي يتصورها الخبراء للإنتاج، فإن أرض الطاهرين، وهو معنى اسم باكستان، يمكن أن تصبح ثالث قوة ذرية في العالم خلال حوالي 10 سنوات. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.